دونك اليوم كان يعني الجمع العام الانتخابي الجديد للمجلس الجهوي للسياحه بجهه بني ملال الخنيفره. يعني الاشغال ديال هذا الجمع العام هذا مرت في اجواء اللي هي توافقيه، وتم يعني على اثرها اعاده انتخاب السيد يونس العراقي رئيسا للمجلس، وحظى يعني بالثقه ديال جميع الفاعلين والحضور. ويعني كان واحد الاجماع على ان يعني هذه الانجازات ديال المجلس الجهوي خلال الولايه المنتهيه فكانت انجازات اللي هي مهمه جدا، يعني على الظرف من يعني على الرغم من الظرفيه اللي كانت معاكسه وكانت مرتبطه بالازمه الصحيه، ورغم ذلك فيعني هذا المجلس هذا تمكن من القيام بمجموعه من العمليات على مستوى الدعايه والترويج للوجهه، وايضا حتى على مستوى توفير يعني اليات دعائيه للجهه. فتم يعني احداث واحد الموقع الكتروني من الجيل الجديد وواحد الموقع اللي متميز جدا، تم كذلك انتاج مجموعه من الفيديوهات، تم ايضا يعني انتاج خرائط سياحيه للجهه والاقاليم، اضافه الى مجموعه من الدلائل والكتيبات السياحيه. هذا يعني بالموازاه مع يعني المشاركه ديال المجلس في مجموعه من المعارض الدوليه خارج ارض الوطن، ولتا هي ساهمت يعني في رفع من سقف الرؤيه بالنسبه للوجهه السياحيه لبني ملال الخنيفره. اليوم عرفنا تجديد المكتب ديال المجلس الجهوي للسياحه من بعد واحد المده انتدابيه ديال 3 سنوات. اليوم كاين تجديد ديال المكتب اللي عرف انتخاب واعاده الثقه في السيد يونس العراقي لمده انتدابيه ثانيه، دونك من 2023 2026، وغادي يستمر في خطه العمل ديالو اللي غادي يشتغل عليها المكتب بمصادقه ولا باتفاق مع المكتب الوطني المغربي للسياحه وبدعم من جهه بني ملال الخنيفره. هاد الخطط العمل غادي تستمر في العمل ديالها من اجل ترويج الجهه ديالنا ومن اجل الحضور المكثف ديال التمثيليه ديالنا في مختلف التظاهرات العالميه والوطنيه، وكذلك حملات رقميه ترويجيه اللي غادي تكون مكثفه من اجل التعريف اكثر واكثر بالوجهه السياحيه ديالنا. وانا فخور جدا لكوني في رئاسه المكتب، وحنا ان شاء الله عندنا مستقبل جاي مزيان مع الاشهار اللي دار لنا في مع المنتخب الوطني في قطر، ومع الكوفيد اللي فات دابا، ومع هذا مع لا سيونس غتبدا جديده ان شاء الله، لا سيزون غتبدا جديده. حنا جد فخورين وحسينا بان كاينه ان دوموند على المغرب وكاينه ان ريشيرش على المغرب، والناس بدات كتقلب، والناس بحال غتولي المغرب ان شاء الله وجهه سياحيه جديده، غتولي سي لا توندونس ديال الجهات في العالم. ان شاء الله كنتوخاو خير، وحنا موجودين وباش نشهروا بلادنا في جميع لي شوروم اللي كاينين في برا، اللي غادي يتقاموا سواء في الانجليز سواء في الالمان سواء في لافرونس سواء في جميع الدول. جينا لهذا الاجتماع بيان سور اللي غادي نتاقم فيه المجلس الجديد ديال مجلس الجهوي للسياحة. العمل اللي تقام عمل جبار، إلا ما خصنا نهضرو بالواقعية، فضل بزاف ديال الإكراهات اللي كانت وبزاف ديال المشاكل اللي عاش كاع لو سيكتور توريستيك في هاد الفترة. ما نقدرو غير نتمنوا هاد العمل بطبيعة الحال، ونتمنوا المكتب الجديد إن شاء الله التوفيق في المهام ديالو. وحنا كذلك كمهنيين حنايا شنو بغينا؟ بغينا هاد لو سيكتور يكون الرافعه ديال 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 ديفلوبمون ايكونوميك ديال المنطقه ديالنا ديال الجزائر، لحقاش ما عندناش شي بديل من غير نديفلوبيو هاد لو سيكتور اللي هو التوريزم. لحنا انا تنهضر انا على خنيفره بريسيزمون، خنيفره ما كاينش شي حاجه اخرى من غير في الاقتصاد ديال المنطقه اللي نقدروا ننميو اكثر هو السياحه. اليوم حضرت الجمع العام ديال السياحه ديال الرئيس ديال السياحه، دابا اعاده الانتخابات ديال الرئيس داز في ظروف جيده الحمد لله، وهو تنشكروه بان قام بواحد العمل معتبر، واخا كانت الكورونا واخا كان هذاك الشيء، طلب الله يكمل عليه بخير. واللي مهم في السياحه هنا ديال مدينه بني ملال هي خص يطلق داك المطار ديال 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 بني ملال. علاش حنا جهه
فيها خمسة العمالات ومطار محبوش شنو الشباب، وكاين عندنا 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 في هذه المنطقة مهاجرين كثار. تجي تشوف المنطقة اللي فيها المهاجرين أكثر هي مدينة، هي الجهة ديال بني ملال اللي فيها مناطق كثيرة، والإنسان تيبغي يجي تيخصو يمشي لبني ملال، يمشي للدار البيضاء، علاش ما نجيوش لبني ملال؟ إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.